ده المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاله سؤال من احدى المتابعين على الجروب بتاع التعليم سيادة مكانة الخياطة اللي احنا عاملينه على الفيسبوك. السؤال بيقول ايه، زي ما هو كاتب بالظبط، مكنة الخياطة بتقطع الفتلة كتير، ايه الحل؟ هو عنده مكنة خياطة ابرة واحدة، الفتلة فيها بتقطع كتير من عند الابرة، فعايز يعرف الحل ايه. هو انا كنت عملت كذا فيديو للموضوع ده، لكن انا هلم لكم الاسباب كلها بتاعت تقطيع الخيط في مكنة الخياطة الابرة الواحدة، وهقول لكم عليها في الفيديو ده. ممكن الفيديو يطول شويه، الفيديو ما يطولش، انا مش عارف، لكن انا هلم لكم الايه الموضوع كلها بتاع تقطيع الخيط، بحيث ان اللي يفتح الفيديو ده اي سبب بتاع تقطيع الخيط هيتلاقي فيه ان شاء الله. هو اول حاجه المكنه بتقطع، الابره بتقطع، يبقى احنا لازم نبص على الابره، الابره بتاعتنا فيها ريش ولا لا، الابره بتاعتنا معوجه ولا مش معوجه، الابره بتاعتنا متركبه صح ولا متركبه غلط. طبعا انا عملت فيديوهات للكلام ده، هسيب لكم الفيديوهات اللي هتخص الفيديو ده، هسيبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يبقى اول حاجه احنا هنبص على الابره بتاعتنا متركبه صح ولا متركبه غلط، الاتجاه بتاعها اللي مش عارف يقول لي، وانا اعمل لكم فيديو بتاع الاتجاه بتاع الابره، الابره فيها رايش ولا لا. يعني ايه رايش؟ يعني ايه رايش؟ يعني الابره بتاعتنا مثلا دي ابره اهي، بنيجي من عند البوز بتاعها كده، لازم يكون البوز سليم، ما فيهوش حاجه بتوقف صبعي. شوف انا ماشي صبعي ازاي، ما فيش اي حاجه توقف صبعي. فبنعمله على المكنه، نيجي على المكنه كده وبنشوف كده على المكنه. انا مش عارف هيكون واضح لكم ولا لا، لكن هو على الابره هنا بنعمل كده اهو. طيب مفيش رايش، لازم يكون السن بتاعه سليم كده بالظبط، مفيش اي حاجه بتوقف، ايه بتوقف صبعي، يكون ليه البوز بتاعه ده سليم. الله اكبر الله اكبر، افهم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم اغفر لوردي، اللهم اغفر لموتنا وموتى المسلمين جميعا. ده كان اذان المغرب يا جماعه. نرجع للفيديو بتاعنا تاني. الفيديو زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجه هنبص عليها الابره بتاعتنا، الابره بتاعتنا ما يكونش البوز بتاعها في رايش، لازم البوز بتاعها يكون سليم، والابره بتاعتنا نتاكد ان هي متركبه صح والاتجاه بتاعها صح. يبقى ده اول حاجه، لا الابره ونوع الابره اللي انت مركبها، لازم نوع الابره يمشي مع الخامه بتاعه القماش. يعني ايه؟ يعني لو شغال في قماش في تخانات ما ينفعش تركي ابره رفيعه، لو شغال في قماش خفيف لازم تركي ابره رفيعه، ما تركبش ابره ايه ابره تخينه. تمام، بتكلم على السمك بتاع الابره، اللي هو الابره يعني تكون مقاسها ايه، بتكلم على المقاس بتاع الابره. يبقى احنا خلصنا من اول حاجه موضوع الايه، موضوع الابره. تاني حاجه في التقطيع بنبص على ايه، بنبص على الخيط بتاعنا ولضمه المكنه. بنمسك الخيط بتاعنا كده من فوق زي ما انتم شايفين كده، ونشوف في اي حاجه بتحوش مع البقره، ممكن البقره نفسها تكون مش كويسه، او الشمعدان نفسه يكون من فوق هنا في اي حاجه بتحوش الخيط. يبقى لازم نبص على الايه، على البقره بتاعتنا وعلى الشمعدان، لغايه ما بنوصل للعيار بتاعنا وبنوصل للنطار، لغايه ما بنوصل لايه للنطار بتاعنا زي ما انتم شايفين، ده اسمه النطار، او للعيار بتاعنا كمان. يبقى بنوصل للعيار، بنوصل للنطار مع الخيط، ونمسك الخيط بتاعنا كده من هنا نشوف في حاجه موقفه ولا لا، في حاجه موقفه معايا، الخيط بتاعي ماشي كويس معايا ولا في حاجه بتوقف. لازم الخيط بتاعي يكون ماشي معايا سهل، ما يكونش حاجه بتوقفه. يبقى دي تاني حاجه بنبص على بكره الخيط، بنبص على اللضنه بتاعتنا، اللضنه بتاعتنا كلها. بعد كده احنا بنبص على ايه، بعد كده العيار نفسه، ده العيار نفسه بيكون الطبق بتاعه. انا بقول لكم على حاجات مفيش حد هيقولها لكم، الطبق بتاعه ده انا هوريكم دلوقتي بيكون فيه ايه. ده اسمه طبق وده اسمه طبق، الاتنين دول احيانا بيكونوا متشرحين من هنا، فيهم رايش من هنا كده، لازم نصنفرها. نصنفره ازاي؟ بنجيب حته صنفره زي ما انت شايف كده، وبنصنفر الطبق بتاعنا، ما يبقاش في رايش هنا خالص. تمام، ونرجع نركب الايه، نركب الطبق بتاعنا تاني. بعد كده نبص على الجزء ده، الجزء ده في رايش ولا فيهوش رايش؟ انت احيانا بتلضمه واحيانا بتلضموش، يعني احيانا بتركب الخط فيه واحيانا ما تركبش الخط فيه. طب احنا لو احتاجنا نركب الخط فيه امتى وما نركبش في الخط امتى؟ هو مهم جدا وضروري، هو والسوسته اللي هنا، بس السوسته دي مش موجوده، مهم جدا وضروري. ليه؟ ده بيظبط الغرزه بتاعتي من تحت. طب احنا بنركبه امتى؟ بنركبه لما يكون السوسته ديت ضعيفه، ده مهم جدا يا جماعه. السوسته دي لما تكون ضعيفه احنا لازم نركب الخط هنا، لكن السوسته دي لو قويه وجامده والسمك بتاعها تخين شويه، وانا عملت لكم فيديو قبل كده عن انواع السوسات. تمام، ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. لو السوسته بتاعتنا ضعيفه بنركب هنا، لو السوسته بتاعتنا قويه ما بنركبوش،
بنلضم على طول كده ونشتغل مفيش مشكله خالص. فانا بنيجي نلضم دي عشان السوسته بتاعتنا دي سوسته ضعيفه، فلو الجزء ده فيه ريش بنعمل ايه؟ بصنفره برضو وبنصنفره، او نستغنى عنه خالص ونجيب سوسته قويه شويه نركبها ومنلضمش هنا. تمام. بعد كده احنا بنبص على ايه؟ بعد كده احنا بنبص على الدواسه بتاعتنا. الدواسه بتاعتنا ممكن واحنا شغالين الدواسه تكون بتتحرك، بتتحرك يمين وشمال. لو الدواسه بتاعتنا بتتحرك فيها بوش لا يبقى نغير الايه، نغير الدواسه. بعد كده في ايه؟ بعد كده في البلكه. لو هتلاحظوا انا ماشي معاكم من اول حاجه خالص من فوق لغايه تحت واحنا ماشيين. بعد كده في البلكه بتاعتنا، البلكه بتاعتنا مالها؟ البلكه بتاعتنا برضو ممكن يكون فيها رايش. فيها رايش ازاي؟ هعرفكم دلوقتي. بصوا البلكه احيانا في الجزء ده اللي بينزل فيه الابره، الابره بتكون بتتكسر، بتخبط هنا بتخبط هنا بتخبط جوه، فبيكون جوه هنا في رايش. فلو جوه هنا في رايش ممكن تسبب برضو في قطع الخيط، يعني من ضمن اسباب قطع الخيط لو جوه الفتحه ديت، الفتحه دي لو جواها فيها رايش، الفتحه دي هي اللي بينزل فيها الابره. تمام. يبقى احنا كده مشينا من فوق لغايه تحت. ايه تاني موجود؟ الموجود تاني عمود الابره ده. عمود الابره ده لو في بوش يمين وشمال او فوق وتحت عمود الابره نفسه، لو في بوش عمود الابره ده لو في بوش لازم البوش ده يتصلح. تمام. بيتحرك يمين وشمال او فوق وتحت في ايدك كده، لازم ده يتصلح لان ده من اسباب قطع الخيط برضو. يبقى كل الاسباب دي هي اسباب قطع الخيط. الكروشيه بتاعنا ده يكون في رايش، دي من ضمن الاسباب برضو اللي بتقطع الايه، بتقطع الخيط. يعني ايه رايش؟ رايش زي ما شرحت حضراتكم قبل كده، احنا بنمسك الكروشيه بتاعنا كده وبلف بايديا المكنه واشوف هنا في الجزء زي بمشي كده اصابعي على الكروشيه كله. لما امشي صبعي على الكروشيه او بمشي المكنه وصبعي ثابت اهو، الكروشيه كله بيمشي عليها عشان الحته دي كلها الخيط بيمشي فيه. اهي اشوف في رايش هنا في البوز بتاعه ولا لا؟ في هنا في الجزء ده في رايش ولا لا؟ في الجزء ده في رايش ولا لا؟ باين عم؟ باين. ازيك يا عادل؟ الحمد لله حبيبي. اي رايش موجود هنا صبع هيحس بيه، فلازم اجيب صنفره زي ما قلت لحضراتكم كده ونصنفر ايه؟ ونصنفر الصنفره تكون ناعمه، ما تجيبش صنفره خشنه بتاعت الحيطان، لا صنفره ناعم. ونصنفر الكروشيه بتاعنا كده لو في ايه؟ لو في مكانه رايش ولا حاجه. اهو. طب لو بوز الكروشيه هنا في رايش بنجيب الصنفره برضو وبنعملها كده اهي. وبنصنفرها كده. تمام؟ ونحط صابعنا كده نحس بيها، في رايش ولا مفيش رايش؟ في كل الاتجاهات بتاعت بوز الكروشيه. تمام؟ يبقى دي من ضمن اسباب تقطيع الخيط ايه؟ لو في رايش في فين؟ في الكروشيه. في حاجة تانية في المسند بتاع الايه؟ بتاع الكروشيه. طبعا المسند بتاع الكروشيه ده المسمار بتاعه، ده اسمه مسند الكروشيه. وده المسمار بتاعه. بنفك المسند بتاعنا ده كده. هنطلع المسمار في ايدينا. وبنطلع المسند بتاعنا. وبنبص هنا. شايفين الجزء ده اللي في المسند ده؟ بنبص فيه رايش ولا لا؟ طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الغرزه مش كويسه اصلا، يعني ده من ضمن اسباب اللي يخلي الغرزه مش كويسه لو في هنا رايش. تمام؟ وممكن يقطع الخيط برضو، يعني يقطع الخيط، لكن في الاغلب بيخلي الغرزه بتاعتنا مش كويسه من تحت. ان ايه بقى؟ اللي هي الجزء اللي طالع مدبب ده لازم يتصنفر كويس، لازم يكون ناعم ويتصنفر كويس. تمام؟ احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا للكروشيه والمسند. الكروشيه اللي هو بيت المكوك والمسند. تمام. بعد كده في ايه؟ بعد كده في ضبط الكروشيه. يعني الحاجات دي كلها عندك انت، الحاجات دي كلها احنا بنلاحظها في ثواني يا جماعه، في ثواني. بعد كده في ايه؟ في ازاي تظبط الكروشيه مع الابره. طيب الابره بتاعتنا احنا مركبينها وكويسه وهنظبط عليها الكروشيه بعد ما ايه؟ يعني ده اخر حاجه احنا هنبص عليها خالص. طريقه ضبط الكروشيه ازاي، او طريقه ظبط الكروشيه ازاي مع بيت المكوك، او طريقه ظبط بيت المكوك ازاي زي ما حضراتكم بتسموه. انا عملت كذا فيديو عشان ما نطولش الفيديو على بعض، عملت كذا فيديو الموضوع ده حوالي 3 أو 4، انا هسيبه لكم في صندوق الوصف. كل طرق ضبط الكروشيه او ضبط بيت المكوك دي موجوده، هسيبها لكم في صندوق الوصف، هتفرجوا عليه اي طريقه تعجبكم تشتغلوا بيها. اخر حاجه في الموضوع بتاع تقطيع الابره ده يا جماعه، سحب المكنه. سحب المكنه احنا بنظبط المكنه بتاعتنا على نوعيه الايه، على نوعيه القماش اللي هنشتغل بيه. دي حاجه، القماش تخين القماش خفيف، فاحنا بنظبط السنان بتاعتنا وبنظبط سحب المكنه عليه. في نقطه مهمه جدا عايز اقولها لحضراتكم،
ان انا الابره بتاعتي بحرك المكنه صح كده وبسيب الابره بتاعتي عند اول الفتحه دي. لازم السنان بتاعتي تكون مساويه للبلكه، السنان تكون مساويه للبلكه. ده في كل انواع القماش، في كل انواع القماش. طب السنان دي لو عاليه او السنان دي واطيه بتعمل مشكله في غرزه المكنه. يبقى السنان بتاعتي لما احط الابره بتاعتي انزل الابره في اول فتحه البلكه لازم السنان تساوي الايه، تساوي البلكه. لو السنان جايه واطيه او جايه عاليه، واطيه ملحوظه او عاليه ملحوظه، فبتسبب مشكله في سحب المكنه، بتسبب مشكله في غرزه المكنه، بتسبب مشكله تقطع خيط. تمام. يبقى ده اخر حاجه في موضوع قطع الخيط بتاع المكنه الابره الواحده وحلول قطع الخيط في المكنه الابره الواحده. لو في اي استفسار اكتبوا لي. لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو ازاي نظبط الكروشيه انا عامل كذا فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو ازاي نظبط الكروشيه او بيت المكوك قولوا لي ونعمله. ولو في اي حاجه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.